سؤال ثاني. واحد بيقول اي الاربعة اقرب واحق واحب الى قلب قداستكم؟ نظير جيد ام الراهب انطونيوس السورياني ام الانبا شنودة ام قداسة البابا شنودة؟ في الحقيقة كلهم شخص واحد يعني. يعني اللي عاشر نظير جيد هيلاقي هو نفسه الانبا شنودة هو نفسه البابا شنودة، لم يتغير، بيعيش بنفس البساطة اللي عاش بيها قبل كده.